الفيديو هذا راح نوضح فيه كيف اذا مثلا الشاشة عندك التاتش سكرين علق عليك او شيء، كيف تعمل ريفرش للتاتش مال الشاشة. تروح على المنيو، تروح على منيو بيج رقم 2، تيجي عند شيء اسمه اللي هو اليوتيلتي، تضغط عليه، عقب تطلع لك الصفحة هاي، تيجي على طول عند شيء اسمه التاتش سكرين ديسبلاي، تضغط على التاتش سكرين ديسبلاي تطلع لك الصفحة هذه. في شيء اسمه الكالبريشن، تضغط على الكالبريشن تطلع لك الصفحة بالطريقة هاي. انت اللي عليك تسوي انك تضغط على علامة الزايد وين ما تنتقل، فهاي هي تسوي ريفرش للشيء. الحين مثلا هني الزايد، تضغط شوف راح تنتقل علامة الزايد تحت، تضغط انتقلت هني، تضغط عليها تعمل هني تحت، بعدين تيجي في النص تضغط عليها يقول لك شو كومبليت، تضغط اوكي خلاص. بالطريقة هاي ترد التاتش سكرين، الحساسية بتاعة التاتش سكرين للشاشة ترجع طبيعية. احتمال هذا مش اكيد اذا استوى عندك الشيء هذا، بس هاي كمعلومة.